أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات اتصالات عن بيع حصتها في شركة الثريا لصالح شركة ستار للاتصالات الفضائية المملوكة لشركة الياه للاتصالات الفضائية بقيمة 137 مليون درهم. وتفصيلا فقد أصدرت اتصالات بيانا أوضحت فيه أن المجموعة استكملت في الأول من أغسطس الجاري عملية بيع حصتها المباشرة في شركة الثريا للاتصالات الفضائية لصالح شركة ستار للاتصالات الفضائية، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة الياه للاتصالات الفضائية الياه سات. وأوضحت أن عملية البيع تمت بعد الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة وحصول الأخيرة على ما لا يقل عن 75% من ملكية الثريا.